ثلاثة يقول: ما هو رأيكم في السبحة الإلكترونية وهل تعتبر بدعة؟ السبحة بدعة لو كانت إلكترونية، ولا سبحة جارينا ماخذينها في اليد، ولا اللوبة الكبيرة بتاعت الغوم بيشيلوها في مخلاها ديك؟ السبحة في النهاية بدعة. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الأولين والآخرين ما سبح بها وهو أعبد الناس لربه سبحانه وتعالى، ما سبح بسبحة، إنما عقد التسبيح بأنامله، كما صح الحديث في سنن الإمام الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بأنامله، يعني بأصابعه يسبح. فإنت أصلا ما محتاج للسبحة. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. بعدين الناس حجتهم الوحيدة يقول لك: يا أخي بتحفظ لي العدد. إنت ذاتك ماسك لك عدد أكثر مما تطيق نفسك وإنت تنتبه له وتركز معه. ليه؟ الأعداد الموجودة في السنة أكثر 100. يعني ليه أنت بتأخذ لك عدد ذاته ما تتحمل أنت وما تطيق نفسك وما تقدر أنت ذاتك تحسبه؟ فده ذاته غلط، هو في حد ذاته غلط. أنت ما محتاج للسبحة، والسبحة ما واردة في السنة. سبح بأصابعك، وإنت لو تذكرت سبح، ولو ما تذكرت انت ذاتك ما عندك مصلحة في كونك تمسك لك سبحة في يدك وتكون جارية. واحد بتونس مع الناس تلقاه، تلقاه بتونس ما شغال بانه بقول في شنو، وماسك السبحة بيعملها كده وخشمه قافله. لا بقول سبحان الله، لا بقول استغفر الله، لا بقول اللهم صل على نبينا محمد، ما بقول حاجة، ماسكها في يده بطقطق فيها كده. ده هذه ما عبادة. وكأنه بتخيل إنه لما السبحة ماشية في يده معناه هو بيعبد في ربنا، هذه ما عبادة. وبالتالي السنة أن تسبح بيدك. وما ورد من الأقاويل أو الآثار أو الأحاديث إنه بعض الصحابة كان له سبحة وعنده خيط معقود وعنده حصب يعد به، كل ده ما ولا ثابت منه شيء. من حيث السنة الصحيحة لم يثبت منه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابه الكرام.